از تاشر گریگی سما تاشر کس سا تاشر تاوری اما وشی نسکولی مصر شرحن ویدن جیبیل و بعدی فی التشکیل الاحتیاطی بالنسبة للطاقم التحكيم الذي يقود هذه المواجهة حاكم الساحل وسليم ياسين المساعد الأول شطو عبد الله المساعد الثاني ياسي كوبا والحاكم الرابع جنب البصري فيما الاستعدادات والأنظار من خلال هذه المواجهة من خلال هذا اللقاء على مستوى غرفة الفار علي زوراق وبالنسبة للحاكم الآخر عصام بن طاقة المندوب لهذه المباراة هو أبو تغريد موسى. إذا هذه الأسماء المصر والطاقم التحكيمي وأسماء أيضا فريق النظرية ديال البركانية. بالنسبة للرجاء الرياضي يدخل بالأسماء الأساسية التي هي في هذه المواجهة: واحد أنس سنيتي، خمسة محسن متولي، ثمانية سند والفلي، 18 زكريا وطي، 18 مدينة حفيدة، 20 عبد الجليل جميرة، 21 سوفيا رحيمية، 24 مروان هدولي، 22 بن مالونغو، 29 أميرة مذكور، 96 عمر عرجون. بالنسبة للأسماء الاحتياطية